غاد يا سيدي واحد المرأة جات فرحانة عند راجلها وهي تسولو، قالت له راجلي العزيز اش كنتي كدير مع الله في حياتك باش ربي صيفطك ليا وزوجني ليك؟ قال ليها ما كنت كنصلي ما كنصوم ما كنصدق، داكشي علاش ربي عاقبني وزوجني ليك. هذا سيدي واحد المسخوط الوالدين مشى عند امو قال لها يا امو ادعي معايا، قالت له سير الله يسهل لك في شي دار ما تخلص الهكره وتاكل وتشرب وما تخلص فلوس والمخزن حاضيك ليل ونهار. تقبلت مسخوط الوالدين الدعوه ديال راه مشدود في الحبس. هذا واحد سيدي بغى يمتحن مرتو، قال لي هذا يا زوجتي العزيزه يا الكبيده يا العمر ديالي، دابا الا خيروك ما بيني انا وما بين فلوسي شكون اللي غادي تعزل؟ شافت فيه وقالت له ابجوج بكم وسخ الدنيا، شمت له المشاعر ديالو بنت الهبيله الاخرى. هادي يا سيدي واحد المراه سخرت واحد البنيته ديالها صغيره مكلخه، قالت لها سيري جيبي لي 5 دراهم ديال الزبده، داك البنيته ما تمت خرجه في الباب ولات عاوتاني عيطت لها ماماها، قالت لها اجي يا بنتي هاكي جيبي لي عاوتاني 5 دراهم ديال الروشارج. داك البنيته مشات حتى للحانوت ورجعت عند ماماها، قالت لها ماما اين هي 5 دراهم اللي نجيب لك بها الزبده واين هي 5 دراهم اللي نجيب لك بها الروشارج؟ Thank you.